بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس 16 من سلسلة دروس السيرة النبوية. سنة النبي عليه الصلاة والسلام سيرة من نورا بيت أسرى سدستان ياو كفلية بزي أسرى سدستان ياو كفلية إن شاء الله يمنا يو يمجمروا سفير الإسلام يمجمروا يبسلمنا وسط يمجمروا عن باس عدر سلهنو مصعب ابن عمير رضي الله عنه أرضاه ودى مدينة ملاك نالا. لما انتهى الموسم قديه نبي عليه الصلاة والسلام مبايع عدر قال بلنا البلفة ودرسات شلاي قال كده انت قواب توال كمدينة سوش قال تسمم توال نبي عليه الصلاة والسلام كنسو قا أيايزو سوچو حجاتشو انجرسو عبادتشو انجرسو ودى أقر لما اللسو سيلو كنسو قا كمسلموش وطاتوش عندن يون وطات لاكو ودى سلم النام جمراك قبوت وطاتوش محل مصعب بن عمير الرب رضي الله عنه وأرضاه قرآن من دي استمراتشو نبري لاكوت اسلم النانم من دي أبرار لاتشو ديننا من دي أسكن الزباتشو. فكان مصعب رضي الله عنه يسمى بالمدينة المقرئ مدينة من تبلو يترى نبره مقرئ يمي أسكن راو يا قرآن استماري ما لتنو بمباري تغوك نبره يهن قدي يدعوا هيدتنا يونسوش كسلمه هنا كابلاي استماري كنسو قا ملاك بتعام ملكان منقر ينبي عليه الصلاة والسلام سنة عندهنا ياسر الدانا مصعب. وكان نزول مصعب بالمدينة على السيد الجليل السابق إلى الخير أسعد بن زرارة رضي الله عنه. مصعب هيدو يعرفه ما نبره تلاك وصحابه أسعد بن زرارة رضي الله عنه زند نبر مجمرة كسلم السنة نبره حقيقة يتلاكب بتنميه عن باسدر تلقونه ما استاكتان اندي تادرقه مصعب سلم النام بما سراج أطونا رقد بتعام يتساكى اللي تسونا ببرا سويت جنب بما سبسبه واستطاع يتخطى الصعاب الذي توجد دائما في طريق كل نازح غريب عدس انقدا يهون أبو تهيلوس يعرف يمي قتمه فتنا يانن هلو فتنا با الله رداتا ما لفتاله يحاول أن ينقل الناس من موروثات ألفوها إلى نظام جديد سويت جنب كيت وديتنا ميشتك أقره يلمدت امنت الله يلمدت اقوام الله والرسول كاباتوچاچو كقرمايوت اياتوچاچو كذا اوطتو سيابقا ود ملكا منجل ليمراچو نو يفلقو يشمل الحاضر والمستقبل يا اديس مشاغرو بتيوت اهون يالونم ودفيتونم ياقفنو ويعم الايمان والعمل والخلق والسلوك ايمانا مسرا ملكا سنه مقبارا طرو سبنان لجنبا يميچل نغرنو مصعب رضي الله عنه. وما كان مصعب رضي الله عنه يملك من وسائل الإغراء ما يطمع طلاب الدنيا ونازه الفرص ونهاز الفرص كل ما لديه ثروة من الكياسة والفطنة. مصعب بن عمير رضي الله عنه أرضاه سويت بجنزب مش يعني مش انقل يمي تلبت مصعب يمي تلبت يجنزب هاي لان لبرهم حقيقة نقر قن يأمروا بسلتنا كفتنيا بلتت نبرو يأمروا بسلتنا كفتنيا بلتت تلك حبتنا بالسلطانات متغزا بيت حبتاموچن متيزبت علن ميلو سوچن كله متقطعطربت نو يبسل يأمروا بلت يونه انقسقاسي يهم الله نو ميسطو انزيهنم چلوتاوچ يا كعبتاونا يدلبو كنبي عليه الصلاه والسلام نو يوسلو وإخلاص لله تبارك وتعالى كلهم بفيد دمه لله إخلاص لنا برونه نزهم جعله يضحي بمال أسرته وجاهها في سبيل عقيدته لعقيدة وسبال كنزب هيوة هل مسوات نتكفل. ثم هذا القرآن الذي يتأنق في تلاوته فما أما القرآن دمه بوسط يعلو القرآن يكفو القرآن سيانب ليلة هيوة وسط ميكت القرآن
ويتخير من روائعه ما يغزو به الألباب سيانبو يهن قرآن دمو يبزو سويتن لبونا يكوت عطر نبال فإذا الأفئدة ترق له لبوتي لسال لسالو وتنفتح للدين الجديد إسلام سعد بن معاذ وأسيد بن حضير رضي الله عنهما وكان ممن أسلم على يد مصعب رضي الله عنه مصعب بن عمير الجلي كسلم تللق صحابه وش مكاكل سعد بن معاذ النا أسيد بن حضير ناتش سعد بن معاذ أسل على من النالن سعد بن معاذ مالت من دنو ليموت السوسي موت عرش الرحمن يتنكتكت اللسون بمصعب بن عمير الجلي سلمه السو بمسلمهم بني عبد الأشهل مبالت قوساوش عند الله سلم بتعام ليو بركة بهزب لي ليو بركة نبر وسو نبر بدر انتسات فوال عهد انتسات فوال يوم الخندق بك استقص وقدلت كور وهلا قوي الناموت طبعا بني قريظة لحكم ستو دعوة تكب الله تكبلو كذاك أسلو فندان ناموت رضي الله عنه يهي بسو مصعب بن عمير الجن يسلمه وسيد بن حضير من نزيه هنالتن يون عقبة الثانية بيع السنة النايلة الزالة يمتسات فعل ليلة العقبة كتمرت أسره لتمرت صوت مهال أندو نبرة بدرنا التساتفن بدر أحد تقينتوال يوم أحد سبات قسل درس وبتال كرسول عليه الصلاة والسلام قابرات جوزانتوال ليلو تشو سيامل تسيششو النزي هلت صحابوت بسو الجن يسلموت النسو المسلماتو هلوم سو سلم بني عبد الأشهل مبال قوسا مولو سلم عند سو بيتان يالسلم ينبرو وصير مبالو عمر بن ثابت يو اسكا حر زمتا درس قوينا سلم كذا موت رضي الله عنه وارضاه ابن إسحاق من إلال أسعد بن زرارة مصعب بن عمير يزوت وطا بني عبد الأشهل انقوسا دعوة لما درق مالتنا ودار بني ظفر فدخل به حائطا من حوائط بني ظفر ظفر بني ظفر من بالو قوسا قال له يا تمر زافا اللاتشو أطر اللو حائط من بالو السنو الزاوست يزوت قبا بئر مرق من بالنو فجلسا في الحائط الزاو أتكلت سفرا سر قد قالوا واجتمع إليهما رجال ممن أسلم كذب يفيد كسلم الصوت يتوسنوت عبروا كتب لو كان الناس قايا أسعد بن معاذ أسيد بن حضير يزانقزي يا بني عبد الأشهل مريوش ناتو النبي تاوكو ولتاتو مشركوش نبرو بوقتو لك يا مصعب بن عمير رضي الله عنه ممتعة سيسمو بدعوة بإسلاماوين قسكاسي دعوة لي يلو نشاطة نقات النابرتات تنكارمهن سيسمو سعد بن معاذ أسيد بن حضير من قالوا لا أبالك أباتي تفعلنا ومن ذا أبابا له فانطلق إلى هذين الرجلين الذين قد أتيا دارينا ليسفها ضعفاءنا فازجرهما النزيف للصوت ورنيا من درمته دكاكا متشاكنا اللي أجاج لبن ليلة تلكو يزو يمتو صوتنا أجاونا كالكل اللي ولن يأن دائمة أكبات تأزاس قمل فإنه لولا أن أسعد بن زرارة مني أسعد بن زرارة زمني بايه النرو بيتسبى أنه النرو رمي الجاوس لولا أبتنا برني باعكال قلن أن دالوس جزم جنال زمنينا ياكستو لجنو ياكستي لجنو تاكال دفر ريه هنا نقر مارا قال شلم يزم جنال قد دايس العلال أسير بن حضير طور النيزو واتا لكسي قابا أسعد بن زرارة أيه لمصعب منالو هذا سيد قومه قد جاءك هم يسردان أكابي ليهون سوسي ماتا انفورميشن يميسد صوي أسفل لقوال داعي من أينت منهج من أينت سلت متك من دالبت ما وقني تلمالتنا هذا سيد قومك قد جاءك له يانت هذا سيد قومه قد جاءك يا كابيو يا بني عبد الأشهل وانا تتري عليك أتعلق سونا فاصدق الله فيه
سن دعوة بمتارك بتقزي الله كانت من يفلقون ونتن ينت أسايو. قال مصعب مصعب من إله رضي الله عنه إن يجلس أكلمه كتك أمد عن هقرا ولا تقري لبين يمانا. فجاء أسيد أسيد متانا فوقف عليهما متشتما كستر بلو متانا فقال ما جاء بكما إلينا تصفهاني ضعفانا من السرون يا قاتم تعلاج دكا ما تشاتشن اللي تامون يبنا متمتوت اعتزلانا زور بلولن راكو إن كانت لكما بأنفسكما حاجة راساتو هواتاتو متفلقوك هنا زور بلو أتم طبنا انفلقاتهم على. فقال له مصعب بلسان المؤمن الهادئ الواثق من سماحة دعوته دعوة مرتنده هنا ارقت أنيابه هنا يا مؤمن النت منفس تنكره مصعب قال ترى وتبتم قال سكام الفرام أو تجلس فتسمع له قلت بله قم سايحون نقر تقوم يفتا منا قلت بل الناس ما فكان إن يكونك فإن رضيت أمرا قبلته يهون هسابنا تنن إن نقر هستي كتسمع ما تقبل الله وإن كرهته كف عنك ما تكره كتلا إن تقبل أبشر عيزه له. السيد بن حضير ونته النوال انصفت كذا طور مريت لا يتكلنا تكلنا كتلا مصعب عنا قروس الإسلامنا قرآن انقرالت درسو أندبتو. فقال مصعب إن أسعد بن زرارة من تبابال والله لا عرفنا في وجه الإسلام قبل أن يتكلم به في إشراقه وتسهله جنا ينقرنا مصعب بن عمير يستمر ويقال في تولاي مثلا عندما يفلق ينبب جمره في تعبر فققتات مولا أنت أبارك إلال سبحان الله. وسيد من إلال من علاته ما أحسن هذا الكلام وأجمله أوه ينقر نديت يتعفت على نديت دسير على الهج مسلم كفلقات مندنا متارقوت نقروا ينستي على الهج. قال له تغتسل فطهروا وتطهر ثوبيك تتعطب على رأس انت أسأل على لبسوك النس وتارك على كناتم نجاسة قط مطيهون لنا كذا شهادة الحق مسكر انتك على انت ستعلى كذا سقر على الهج تنسى تعطب لبسوك نعطب شهادتين على دخل إلى الإسلام ولا ترك عسجده كذا من التو إن من وراء رجلا كجربة عند سؤال أزع أكابي ولاي السوق سلمة السوق تكتلاته يمك أرسل لهم هلو بيسلمنا. سعد بن معاذ لنا سعد بن معاذ ليتارك له في الدعوة قدم لنا سلفنا كذات أورونيا زلنا هيدا كنت بلو تسبسوه ياكابي وسو سعد قا كنت بلو هال لك سعد سيايو قال أحلف بالله لقد جاءكم أسيد بغير الوجه الذي ذهب به من عندكم أي رقت أنيان أنيان سعد أسيد على إذا تهيدهم ملك على اللي مزي يمتعوا تكيرون يمتعوا لك أسيد بن حضير لرسلنا سعد من ألو من أرك تاري ألو قال أنا أقرب كواتشو والله يكفانا قرار لقينيهم كالنسو كالك الكواتشو وش دسي على هالنار قال لهم بلو تسمع موال قلنا عنده وريد رسوني على له بني حارثة من بارت قسوت ولا أسعد بن زرارة اللي قلت اندمت وسمت جاله يهين من يادر قبت ممكن يأكس تريج مهنون يقال له بس زاوم قال كيدانا تشول ليا فرسو فلقه هنا سعد بن معاذ بتام بق بلو تنستندد طورون يزو هيدا السوم وطا من ما التقل كم معلوم هيدا سياي سعد أسعد بن زرارانا مصعب ترقاك توقت ولا دعوة يا رقونا يسوي يلي ليلة نقرني لكن قال لنا قبب كستر ولسوم تاون على تاون أسعد لا أسعد بن زرارة من الله يا أبا أمامة له ما أما والله لو ما لولا ما بيني وبينك من القرامة من القرابة ما رمت هذا مني أتخشانا في دارنا بما نكره
زمدنا باست تساسر النرو انديه لزبيات تاقينيه منبر ما نفلقون دعوة إذا متى من دراج الله يتسفر الله التفر ما لك من تعتم سياي أسعد بن زرارة أصلا لمصعب بن عمير من بلوت نبرا يسوي تعلق سونه بقو سولاي كسلم يسوي ما نما يتعتك مهلو ميسال ما لانو مصعب تمسح سايدة السادة قلت بلت سماني هون مالو منا كرب لنا الساب كتكبلك السيو قال فلك دمو انت وعلى شكر يلو مني سعد الشي طورون وعلى نا قلت تالي مصعب بن عمير دعوه انقتل آية الزخرف يتوسن آية قرى التي لان حاميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون مسلم النبي فلق في تلعى نببن إلى الله السم لكن ده قد ينو طيق مسلم سفلقوا من تارق على الله نقرد تتعب على الله راس انتعص على الله لبس انتعص على الله كذا شهادتين تلع الله كذا ولا تركع السجد على الله يلا أدرق طورون ميزو تملسا منالو صوتو سيايوت زكا بيالو تاهي نقرو السم ملكون كأيرو متو على الله بزاو سبسب مهل قومنا منالا يا بني عبد الأشهل كيف تعلمون أمري فيكم سلني ألاتو نقر من دنارد ألاتو بني عبد الأشهل هوي سلني من تلال لاتو هلات قالوا سيدنا وأفضلنا رأيا على كاتشنة بحساب مكني يتشال حساب يالهنا وأيمننا نقيبة زنهم يا مارنو تلك درجة ألا قال فإن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام حتى تؤمنوا بالله ورسوله بكتتا باللهنا بملكتنيا وسكالا مناتو قزي درس وندو تشاتشهم سيتو تشاتشهم إنين ما ناقر أي فكر الله تشهم إنين ما ناقر بنان تلاي أرمنو قنن ينتي اللي نمالي أسعد بن زرارة مصعب بن عمير بن لالو فوالله ما أمسى في دار بني عبد الأشهل رجل ولا امرأة إلا مسلم ومسلمة أما شاش لا يهلهم سلموا أصيرم عمر بن ثابت بالتانو السو إلى اللو تأخر إسلامه إلى يوم أحد يوم أحد زمتا درس قوية كذا سلم أحد زمتا لا يموتا ولم يصلي لله سجدة قط عند سجود كان سايورد يجنت هنا الرسول صلى الله عليه وسلم يا أهل يجنت سوند هنا تناكر وسلم طورنة تصدتها عند ركع كان سايسجد ولا آخر هيدا يجنت هنا كذا مصعب أسعد بن زرارة رضي الله عنهما قوية ودى سلم الناس وتنترى حتى لم تبقى دار من دور الأنصار إلا وفيها رجال ونساء مسلمون يتن يوم مندر على التوميان داندو مندر يهدو دعوة أدرقو دعوة وموت إتهم هنا تلكونم أتنكك بسلمنا يمجمرو أنباس الدر بمبال تسيما إن يوم ودي إيمان وندمنا توتي ملكامي إسلام أنباس الدروج مهون اللبن بلن بتبوتا سوم بتبب بحكمة الله إنا ملكتني وبامت تطمن مريا سميت هاتشنن ودى الزاور ورن دعوة ما رجينا ربنا زاري دعوة تشن وتيتام ما اندايهون كم يارقه واندو يخلاص ما قدل الله المستعان كذا بها لسميت هاتشنن حقن مكالاكال انديها نتمل بلا لك كلا دقانو الله كزيه اللي متفونا قريت أبكا بتبب الله إنا ملكتني وبامي ودو تسلت لسلاسين ببوتاو هايلن ببوتاو عصرفن هلون باق بابو من نار رامدنا راساتين تمرن تقبرن ليرتم الناس تمنا من لوت الله يدرقن هذا والله تعالى أعلى وعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.